برغم استمرار الخلاف بشأن قصيدة النثر، لكن البصرة تكاد أن تكون المدينة العربية الوحيدة التي تهتم بهذا النص الأدبي، حيث استضافت الملتقى الثالث لقصيدة النثر بمشاركة 100 شاعر وناقد من مختلف محافظات العراق. بعضهم لا يعترف بهذا الجنس الأدبي، بينما يمارسه العشرات بالآلاف من الكتاب العرب، بل ملايين من العرب. وينعقد الملتقى تحت شعار قصيدة النثر فضاء متجدد، وسيستمر على مدى 3 أيام، متضمنا 3 جلسات نقدية و4 شعرية صباحية ومسائية. ربما سيمر اسمي عليك سريعا كطائر نشبت في جناحه النيران، ربما ستنكرين وجهي الذي شوهت ملامحه الحروب. أناديك بضجيج فاضح وأنت لا تحرك ساكنا، تبتسم بغرور. هجمات ذي قار المروعة كانت حاضرة في قصائد الشعراء، سيما وأن قافلتهم القادمة من بغداد إلى البصرة كانت على بعد مسافة 4 كيلومترات من الموت. سألتك وأنا أخرج من نجيع الدم أن تصف لي جنة موحدة، ومتى نقول الله أكبر، في الصلاة أم في التفجير أم حين تغرد فيروز؟ يوم أموت وفي الطريق إلى النجف التي لا أرغب أن أدفن فيها، سأشم كل هواء العراق وأشتم كل من حرمني منه وأغني حاسبينك. قصورة البصرة، وهو عنوان لمعرض يجمع بين الصورة والقصيدة الشعرية، نظمه الشاعر علي الإمارة ضمن الفعاليات الثقافية للملتقى. وكلمة قصورة أنا يعني اجترحتها، هي من قصيدة زائد صورة، أو القصيدة المكتوبة عن صورة ومتفاعلة معها تفاعلا فنيا، بحيث تكون تشكيلا جديدا عنوانه القصورة. ملتقى قصيدة النثر أتى تجسيدا إلى أن هذا الجنس الأدبي لا يقف فيه الإبداع عند حد معين، بل أن نصوصه متجددة باستمرار بحسب شعرائه. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.